محمد مصطفى، اتفضل، من وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضراتكم. بداية سؤالي للوزير الدكتور بدر عبد العاطي، هناك إشارات يا فندم عن لجوء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص للقوى الإقليمية الكبرى للعب دور يعني توسط من أجل منع اتساع دائرة الحرب وخروج الأمور عن السيطرة بعد إخفاق هذه الدول الكبرى على ما يبدو في منع هذا التفجير أو توسيع دائرة الحرب اللي احنا ابتدينا نشوف يعني ملامحها دلوقتي. ألا يستدعي ذلك يا فندم من هذه القوى العظمى أو الكبرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تتجاوب مع الرؤية الشاملة التي أبدتها القوى الإقليمية بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية كمفتاح لحل كل قضايا المنطقة ونزع هذا الفتيل اللي هو كل شوية بيتجدد اشتعاله في المنطقة؟ وشكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. بالتأكيد يعني ما نقوم به من جهد مكثف هنا في مصر ده قدرنا، وهذا هو مسؤوليتنا كدولة إقليمية رئيسية في هذه المنطقة. علينا واجب ومسؤولية نتحملها بالتأكيد لعدم انزلاق الوضع إلى أتون حرب شاملة لا تبقي ولا تذر من شيء. فبالتالي احنا بنقوم بهذا الدور يعني ليس لأن هناك أطراف تطلب منا ذلك، ولكن ده مسؤولية علينا وعلينا الاطلاع بها، لأن مصلحتنا الأساسية مصلحتنا الوطنية والقومية تحتم علينا تجنيب لبنان وشعب لبنان بالتأكيد، وتجنيب شعوب المنطقة كلها من ويلات التصعيد والدخول في صراع شامل. هناك مسؤولية مشتركة، هي مسؤولية علينا وهناك مسؤولية بالتأكيد على الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، هناك مسؤولية على الاتحاد الأوروبي، هناك مسؤولية أساسية على الولايات المتحدة، وهذا ما نقلته للوزير الأمريكي وللممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية وكل اتصالاتي مع الوزراء الأوروبيين في الأونة الأخيرة، أن عليهم مسؤولية، أنه لا يوجد حل إلا بمعالجة لب الصراع في المنطقة. لب الصراع هو بالتأكيد القضية الفلسطينية، والآن في قلبها وقف العدوان على قطاع غزة. فيعني طبعا لا مجال لسلام دائم وشامل في هذه المنطقة إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني على حدود 4 يونيو 67، والقدس الشرقية عاصمة لها بالتأكيد. فأيضا احترام سيادة الدول واحترام وحدتها وسلامة أراضيها، كل دي أمور ينبغي على الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية أنها تقوم بمسؤولياتها في هذا الشأن. مع الوزير تحدث عن الوجود العربي، ونحن نعيد التأكيد على عروبة لبنان وأهمية الوجود العربي المكثف، والوجود ومصر لن تألو جهد في تكثيف تواجدها من خلال اللجنة الخماسية المشتركة التي مصر هي طرف فاعل فيها وتقوم بدور كبير جدا في بيروت، وأصدرنا التوجيهات الدائمة لسفيرنا في بيروت بالتواصل مع الجميع والتأكيد على عروبة لبنان وعلى أهمية معالجة مسألة الشغور الرئاسي في لبنان وفقا لما يتوافق عليه أشقائنا في لبنان. الجهود هتستمر بالتأكيد، وكما ذكرت يعني الوجود المصري وجود كثيف هناك. لا ننسى الدور العظيم اللي بتقوم به المستشفى الميداني المصري اللي بيقدم العلاج لكل أشقائنا في لبنان، وهو محل تقدير من أشقائنا اللبنانيين، وإن شاء الله نستمر في هذا الدور، والوجود المصري سيستمر. وبالتأكيد نحن قلقون للغاية على استقرار وأمن لبنان الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية والعالم العربي، وبالتالي سيستمر التواجد المصري وسنعمل على خفض التصعيد وتجنيب لبنان ويلات أي تصعيد غير يعني
مرغوب فيه بالتأكيد. شكرا. أستاذة سارة تفضلي من الدستور. سؤال لمين؟ سؤالي لمعالي وزير الخارجية اللبناني. في الأيام القليلة الماضية نرى القرارات المتتالية من دول غربية وحتى عربية بدعوة رعاياها لمغادرة لبنان فورا في ظل المخاوف من التصعيد المحتمل بين إسرائيل وحزب الله. هل لك أن تطلعنا على أبرز التقديرات أو أبرز ما يأتي في التقديرات التي تنقلها إليكم تلك الدول أو توقعاتهم للسيناريو المحتمل أو الخطوة التالية بين إسرائيل والحزب اللبناني، وأيضا كيف تستعد لبنان لمواجهة سيناريو التصعيد المحتمل بين الجانبين؟ شكرا. سوري عفوا. من دون شك هناك مشكلة بيننا وبين إسرائيل، فهناك إمكانية حرب بيننا وبين إسرائيل، في إمكانية ما فينا ننفيها. من ثم الدول حرة أن تطلب من مواطنيها أنه يتركوا لبنان. نحن نشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة والأخ العزيز الدكتور بدر أنه مصر ما ساهمت في هذا الموجة للانسحاب من لبنان. نحن طلبنا من بعض الدول، هل تطلبون من إسرائيل ذلك؟ في بعض الدول طلبت، فرنسا مثلا طلبت، الباقيين ما معظمهم ما طلبوا. وللأسف أنه في دول عربية حتى منع مواطنيها يجوا على لبنان، طلبت أنه ينسحبوا وهم مش موجودين بلبنان. لكن هي يعني ليس هناك من ملامة، إلا أن الطريقة اللي إجوا فيها وكان التشخيص فقط أو التركيز فقط على لبنان، هيدي اللي ضرب لبنان وضرب موسم الصيف. طيب نحن موسم الصيف كبير عندنا بلبنان، فضر كتير بموسم الصيف. اليوم تلاقي بيروت معظم الفنادق فارغة والمطاعم أصبحت كمان كذلك، لأن في لبنانيين اللي كانوا موجودين بلبنان معظمهم كمان تركوا مشان أشغالهم بالخارج، لكن في لبنانيين كانوا بالخارج كمان رجعوا على لبنان، فبتلاقي المطار على طول مشغول خروج ودخول. أستاذ شريف. يعني ملاحظة وتعليق سريع. يعني بتفق مع ما ذكره معالي الوزير، لابد من الوقوف إلى جانب لبنان، وأيضا نحن أيضا مهتمون باستقرار وأمن لبنان وأيضا بأمن واستقرار الرعاية المصريين، وبنتابع حالتهم أولا بأول، وهناك خلية أزمة تتابع الموقف، ولدينا سيناريوهات بالتأكيد للحفاظ على أرواحهم، ولكن الآن يعني نتابع الأمور ونحرص أولا على أمن واستقرار لبنان وأمن واستقرار الرعاية المصريين اللي هم بين أشقائهم في لبنان، ونحن على ثقة أن كل الرعاية بتوفرها الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق لأشقائهم المصريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. ولكن يعني احنا لدينا إجراءات وتصورات لكافة السيناريوهات، ونأمل إن شاء الله أن يجنبنا الله ويجنب لبنان مخاطر هذا التصعيد. ولكن إذا لا قدر الله حدث، فبالتأكيد يعني لدينا خطط للحفاظ على أرواح أخواننا وأبنائنا المصريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. أستاذ شريف عبد الحميد تفضل من الجمهورية. سؤالي لمعالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد القاطي حول أن هناك نقول تعددت الاتصالات بينكم وبين وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وكان آخرها مساء أمس، يعني اتصالا بتطورات أزمة غزة وتداعياتها الإقليمية. في تقديركم يعني نقاط الاتفاق ونقاط التباين حول أولويات التحرك، سواء بالنسبة لوقف الحرب في غزة أو وقف التصعيد الإقليمي الحالي؟ شكرا.
شكرا جزيلا. طبعا احنا عندنا علاقات ممتدة مع الولايات المتحدة وعلاقات لها طابع استراتيجي. الولايات المتحدة قوة عظمى، مصر قوة إقليمية رئيسية، فمن الطبيعي ان يكون في تشاور وتنسيق مشترك. هناك توافق بالتأكيد على أهمية التحرك الفوري لوقف التصعيد واحتواء اي تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. عندنا نقاط اتفاق بالتأكيد حول أهمية وحيوية والطابع الفوري للتوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي هناك، والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وأيضا الأسرى الفلسطينيين. فهناك نقاط اتفاق ونحن نتحرك سويا لتحقيق هذا الهدف المشترك، وهو خفض التصعيد ووقف الحرب في قطاع غزة، باعتبار وهو ما تشاركت فيه مع الوزير الأمريكي بأن المشكلة الأساسية هي بالتأكيد الحرب في قطاع غزة. وهناك تحرك أمريكا وتحرك من الرئيس بايدن شخصيا بالتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار وأهمية التوصل إلى صفقة في أسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا. السؤال الأخير عشان الأستاذة إيمان، تفضلي من الأهرام. إيمان عارف، سؤالي لوزير الخارجية اللبناني. تتزايد وتيرة التصعيد في المنطقة بشكل ينذر باندلاع حرب إقليمية قد تدفع بلبنان إلى خط المواجهة، فهل لكم أن تطلعون على آخر المستجدات الخاصة بالجهود المبذولة لإقرار التهدئة واحتواء التصعيد وما أسفرت عنه اتصالاتكم في هذا الشأن؟ شكرا. من دون شك، لما عندما كانت الضربة الإسرائيلية فقط للبنان كنا نعمل مع حزب أو نتشاور مع حزب الله من أجل رد لا يقود إلى حرب، لكن اليوم توسعت الضربات الإسرائيلية، هناك بالعراق، هناك في طهران، على والفلسطينيين أيضا بطهران. لذلك أصبحت القرار نوعا ما واسع أوسع من لبنان، لكن نحن نعمل من أجل أن لا نصل في أي رد إلى حرب شاملة، لأنها لا تفيد أي من الدول ولا تفيد إسرائيل، لا تفيد إلا أصحاب العلاقة، أصحاب أصحاب اللي يريدون حرب. في كثير ناس بيريدون حرب، لكن هذه الدول نحن كمسؤولين لا نريد أي حرب. فلذلك نسعى بأن لا يكون الرد، إذا كان هناك لابد من رد، أن لا يكون جماعيا ولا أن يكون كذلك قوي بحيث يقودنا إلى حرب واسعة. شكرا جزيلا. شكرا.